السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ شوف الآن راح نساوي لوحة تحكم لمضخة غطاس بير 15 حصان 220 فولت 3 فاز. شايفين عندي هون قاطع رئيسي، عندي كونتاكتور مع اوفرلود، وفي عندي كمان جهاز فاز فيلر، وهي الباب هون مخلص عن الباور. هلا راح نشتغل الكنترول. هلا هيك بعد ما خلصنا الكنترول بدنا نجرب نوصل الكهرباء 3 فيز 220 فولت. شغل يا معلم الكهرباء. خلاص 220. ها انتم شايفين اول شيء اشتغلت اللمبة البيضاء، يعني في عندي فاز فيلر شوي وبتروح. هلا عندي لو ليفل لانه موصل الكوبريات ركبه. هلا هيك بنركب الحساس الاول، ما راح تشتغل. بنركب الثاني، وصار عندي 3 حساسات الان داخل الماء. طبعا دول بيتركبوا مع الغطاس. هلا هيك بشغل ستارت ستوب ستارت ستوب ستارت، وعملنا تريب. فصل وما رجع اشتغل. هنعمل ريسيت. هلا لو كان شغال ونقصت المي عن الحساس الاول، بعدين كمان نقصت عن الحساس الثاني، بيفصل وبيعطيني لو ليفل. هلا لو رجعت المي ارتفعت ما راح يشتغل حتى نرجع نكبس ستارت. هاي في حالة تشغيل المانيوال. هنحط وضع الاوتوماتيك من خلال عوامة بتكون موجودة بالخزان اللي حنعبيه. عندي هون مكان توصيل العوامة، اشتغل بهذا الشكل. هذا طفيت طفي، واذا صار عندي اوفرلود كمان بتطفي، واذا خلصت المي من البير كمان بيفصل الغطاس. وهي لوحة التحكم بعد ما خلصت. عندي هون الاستيكرات بيان للمبات الإشارة والمفتاح والستارت والستوب. عندي هاي اللوحة هون من الداخل. عندي هون مكان الباور سبلاي 220 فولت 3 فيز،
هون مكان توصيل البامب او المضخة، وهون مكان توصيل للكترود وعوامة التشغيل، وهون في عنا محبس راح يشتغل مع الغطاس. هي الباب هون بهذا الشكل، وهي اللمبات. اعطوني رأيكم بالتعليقات.